يا مرحبا ويا مسهلا يا شباب، جيت القصيم وما اروح سوق التمور، مستحيل. خلوكم معنا رايحين سوق التمور. شوفوا يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، خلفي الان مدينة التمور ببريدة، شيء من الاخر للفاخر. خلوكم معنا نشوف الجولة. ترى انا جاي بدري، يعني تقريبا على الساعة 9 صباحا على يوم الجمعة، ما ادري، شايف الوضع فاضي ما في احد حاليا، يمكن بعد صلاة الجمعة يكون في ازدحام، لكن ما شاء الله تبارك الله باللي بشوف كراتين تمور، بشوف كراتين تمور القصيم قدامي الان، ونشوف اسعارها. شوفوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها تمور القصيم. عبد الله الشمري، الله يسعدك ويعطيك العافية، اعطينا بعض المعلومات عن تمور القصيم. القصيم هذا التمر طيب، كله طيب ما شاء الله تبارك الله. ايش الانواع اللي موجوده عندكم؟ عندنا السكري، عندنا الاخلاص، عندنا خضري، عندنا مكتومي، عندنا ملكي، ما شاء الله. نقول يا تقريبا هذا الان ايش؟ هذا ايش الان؟ هذا السباكي. هذا السباكي كم سعره هذا الان؟ هذا السكري سعره 25. 25. هذا الصقعي سعره 55. 55 ما شاء الله صقعي. تبارك الله، حلو. نبتة علي عندنا على 20، 25 نبتة علي. حلو. عندنا السكر على 80. هذا على 80 ملكي. هذا ملكي ما شاء الله تبارك الله. هذا الفاخر عندكم، فاخر رقم واحد. كم كيلو هذا؟ هذا 5 كيلو. هذا 5 كيلو بكم قلت لي عليه؟ على 80 ريال. 80 ريال ما شاء الله تبارك. ايش كمان الانواع اللي موجوده؟ وعندنا ونان. ونان؟ هذا ونان، تمر ونان على 100 ريال كرتون. هذا الكرتون 100 ريال. هذا كم حبه فيه الكرتون؟ 8. 80. وهذا خلاص ب 12 حبه ب 40 ريال. ب 40 ريال، حلو. وخلاص هذا حبه كبير بعد على 85. هذا ب 85 ريال ما شاء الله. خلاص حبه كبير 85. حلو جميل. في عندكم اللي هو دائما عندنا في المدينه اللي يداولوه سكري القصيمي. وفي اسعار متفاوته. عندكم شبيبي وصفا وما عندنا. ما عندنا. هذه الاشياء ما هي موجوده هنا. اي ما عندنا هذا. هذه تبيعه للخارج. اي هذا والفاخر يكون عندكم انت. هذا موجود على التمور عندنا، هذا موجود عندنا. والشبيبي والصفاوي بالمدينة. هذا في المدينة على طول. نعم. ترى حلو في المدينة. نعم، نعم في المدينة. اما هذا ما شاء الله تبارك الله. هذا متوفر هنا. حتى حباته زي ما انتم شايفين ملكي. هذا هذا ملكي. هذا ملكي ما شاء الله تبارك الله. هذا من نفس المزارع. من نفس المزارع. بالشحية. يحييك الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله. اسم الكريم عبيد الشمري. طال عمرك. والله والنعم. ايش عندكم ما شاء الله؟ عندنا السكري وعندنا الجالكسي وعندنا السكري الفاخر من الاخر. الفاخر من الاخر ما شاء الله. كم هذا؟ على 120 ريال بس. هذا 120 ريال مو شويه مرتفع السعر. حبه فاخره. حبه فاخره، انا شايف حبه ملكيه ما شاء الله فاخره. ما شاء الله تبارك الله، هذا 120 ريال الكرتون. حلو. 3 كيلو صح؟ لا 4.5. 4.5 هذه 50 ريال. هذه ب 50 ريال. نعم. اللي 3 كيلو. هذا 3 كيلو. وهذاك الجلكسي. الجلكسي الفاخر برضه. هذا الجلكسي ما شاء الله تبارك الله، هذا الفاخر كمان. الفاخر. نعم. 3 كيلو وحاجة. كم سعره؟ 4.5. 4.5. حلو، كم سعره تقريبا؟ 85 ريال. 85 ريال ما شاء الله تبارك الله. انت ما تبي تبيع الا الفاخر يا حبيبي، واسعارك يعتبر ما شاء الله مبروك. نحن عندنا في المدينه يعني السكر القصيم، نحن دائما نقول السكر القصيم لانه ما شاء الله حلب، فتقريبا احيانا يكون اسعاره ما بين ال 35 وال 40، واحيانا في يعني الفاخر عندنا يوصل لل 70. نعم نعم، اللي هو ذا اللي هو ذا. نعم. نحن ناخذ الفاخر هذا هو. هذا هو. وفي افخر منه اللي هو ما شاء الله تبارك الله ذا. اي ذا عندنا. اي هذا تقريبا 120. اي وهذا من 50 الى 45 حسب. 45 ريال. نعم. الله يسعدك ويعطيك العافية. الله تبارك الله. من الكويت الأستاذ أبو عبد الله زار هذا السوق الجميل جدا ما شاء الله، كيف شايف السوق؟ والله السوق منظم وكويس ونظيف ومن جميع النواحي كويس ما شاء الله. بكم حصلت التمور أنت هنا؟ والله أسعار متفاوتة. هي أفضل من الكويت يعني؟
يعني قد تقول اكيد المنبع هنا فتحصل اني افضل يعني افضل وارخص هنا السؤال. نعم. هنا افضل وارخص. نعم. ما شاء الله. نعم. جودتهم شيء ثاني والتنوع نعم. كثير. نعم. لكن صراحه نعم. اني ما شفت عجوه المدينه نهائيا. نحن عجوه المدينه عندنا نوعين. نعم. وهذه لازم واحد يعرفها. نعم. عجوة المدينة اللي هي عجوة العالية وهي الفاخرة وهي. نعم. الدرجة الأولى العالية معروفة. أيوة. وعندنا عجوة المدينة الطبيعية بشكل عام. أنا ماني شايف لا ذا ولا ذا في هذا السوق كامل. يمكن هالمدينة مو مروجينها كويس يعني مفروض أنها تنزل في السوق هذا السوق المركزي. جميل جميل يعني أنا اللي شفته ما شاء الله اللوحة مكتوب مدينة التمور. أيه. فاستغربت أنه ما عندهم عجوة. نعم. كلها ما شاء الله ما عندهم عجوة. نعم صح. نعم يعني ان شاء الله تزورنا في المدينه ان شاء الله نشوف العجوه وعجوتكم عندنا ان شاء الله. الله يسعدكم. مو عندنا مزارع العاليه ما شاء الله مد البصر ما شاء الله. الله يبارك ان شاء الله. امين يا رب. امين زارتنا البركه. الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. سعود الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله على سوقكم. اعطين تفضل. سوقنا طيب. السوق طيب. السوق طيب والسوق رخيص بالنسبه للتمور وكل شيء. التمور متوفر. كل شيء ما شاء الله متوفر. كل شيء متوفر. بس انا صراحه بشوف انه عندكم العجوه غاليه. الغالي جدا. ايه. وما جبتوا الا عجوه المدينه. العجوه المدينه غالي والمجذور غالي والصقعي غالي. ايه. والمفتل الطيب غالي. ولا الباقي رخيص. يعني تقريبا اسعار نقدر نقول اسعار الصقعي بعضه ب 50 بعضه ب 100 بعضه ب 250. يا ساتر والله ساتر. يعني على حسب جودة التمر. على حسب الجودة. هي ما شاء الله تبارك الله. والمجدول من 300 إلى 50 ريال. من 300 إلى 50 ريال. إيه. العجوة الكرتونة بكيلو ب 50 ريال. العجوة الكرتون ب 50 ريال. هذه أتوقع أيضا ما هي عجوة العالية، هذه عجوة المدينة. أيوة عجوة المدينة. العالية غالية. العالية غالية جدا أتوقع. إحنا عندنا في المدينة غالية، ما بالك إذا جات القصيم كم حيكون. لا هنا غالية. غالية جدا. أيوة. ولكن ما شاء الله باقي الأصناف عندكم السكر القصيم اللي نحن نعرفه هذا كم سعر؟ السكر الطيب يسوى 250. وفي ب 25 ريال. وفي ب 25. يا سلام. يعني من الطالع للنازل على حسب الجوده. على حسب الجوده. تبارك الله. ايش عندكم انتم هنا؟ عندنا الجلاكسي السكري يا ابوي. الجلاكسي السكري كم سعره؟ سعره 35. 35 حلو. عندنا المفتل السكري سعره 40 ريال 3 كيلو. 3 كيلو 40 ريال. هذا. نعم. فاخر. نعم بدون هذا موجود عندنا في المدينه. نعم حلو جميل ما شاء الله. الصقعي. الصقعي هذا كم الصقعي؟ سعره 50 ريال. هذا 50 ريال. نعم. ما شاء الله تبارك الله. 3 كيلو. 3. نعم. كيلو ونص ولا 3 كيلو؟ 3 ونص الصقعي. 3 ونص. نعم. وذا برضه جلاكسي. جلاكسي. نوعية ثانية. كم سعره؟ سعره 35. 35 ما شاء الله تبارك. نعم. شوف المجدول. هذا المجدول. نعم. حلو. سعره 50 ريال. هذا 50 ريال. جميل. نعم. جميل. نعم. يا اخوان ما شاء الله تبارك الله 3 كيلو تقريبا ب 30 ريال. امور وانواعها ما شاء الله تبارك الرحمن. صراحه حاب اني اوضحها حتى الان زي ما انكم شايفين الان يعتبر انا في الحراج. حتى الان ما شفت العجوه نهائيا. عجوه المدينه ما شفتها حتى الان هنا في القصيم. اخوان ما شاء الله تبارك الله القصيمي الفاخر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا اخوان واخيرا ما شاء الله تبارك الله حصلنا عجوه المدينه الكيلو ب 40 ريال. بيقول ما شاء الله طب ما ادري هي عجوه العاليه ما اتوقع ان تكون عجوه العاليه. طيب يا اخوان الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. شفتوا ما شاء الله الاسعار يعتبر اسعار جيده جدا. كده يا شباب نحن وصلنا نهايه حلقه اليوم. اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمه. سلام سلام. حان السفر حانت الفرقه كان ما ودي يا سافر حان السفر حانت